المواطن السوري قادر يعمل سياحة داخل سوريا مهما كان دخله. نتمنى أن تقتنع الناس بالتوجه إلى الرضاعة الطبيعية كبديل لحليب الأطفال. ثلاث دواليب أو عمودين وجنزير وبتصير هالقطعة من الشارع ملكي وملك سيارتي وموقفي الخاص. وزير الزراعة يتوعد الفاسدين في اللاذقية. مدارس مديونة مثل أهالي الطلاب مثل المدرسين نفسهم. تبين وجود فساد بقيمة أكثر من 29.5 مليار ليرة. عم يعطونا جرعات 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 أمل بالمرحلة المقبلة. منحب نعيش ومنحب نكون مرتاحين ومرفهين، ولو حتى هالشي كان بالخيال. ومثل ما وعدناكم بكل حلقة أنه رح نسلط الضوء على الفساد، أنا فاشل، صار عمري 30 سنة ولسه ما عملت شي غير أني تخرجت.